مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم سندوتشات لذيذه جدا. هعمل لكم سندوتشات الكلاب ساندوتش. تعالوا نشوف مقاديرنا ونبتدي فيها على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي 3 شرايح خيار، عندي عودين بصل اخضر متقطع صغير، عندي نص حبه كابوتشا برده متقطعه او مفرومه، عندي زعتر ممكن مكانه روزماري، معلقتين كبار زبادي، معلقه كبيره مستردة، معلقه خل تفاح، فلفل احمر حراق، 150 جرام صدور فراخ مخليه وطبعا مطبوخه انا مقطعاها، شرايح توست ابيض، قطع طماطم، حزمه جرجير، نص حبه ليمون، وعندي شويه شيري توميتو للتقديم. طيب زي ما قلت لكم الكلاب ساندويتش بتاعنا سهل ولذيذ وسريع. تعالوا الاول هنعمل مع بعض الصوص اللي هنحطه بين الطبقات وبعدين نحمر العيش مع بعض. نجيب حاجه بولة، التتبيله دي هي اللي هتدي طعم حلو قوي الكلاب ساندويتش، وهو ده الصوص اللي هنحطه بين الطبقات. هنحط المستردة، الزبادي، خل التفاح، الفلفل الحراق، البصل الاخضر، هدي كل ده تقريبا مع بعض حلوه، هزود لون دلوقتي الخيار، طبعا ملح وفلفل، واخر حاجه هزودها لها هي الزعتر الفريش. كده الخليط اللي هنحطه بين طبقات الكلاب ساندويتش بتاعتنا جاهزه، والفراخ بتاعتي كمان مسلوقه. مفيش غير ان احنا عايزين نحمر العيش مع بعض دلوقتي وبعدين نركب بقى الكلاب ساندويتش. هنا دلوقتي هحط طاسة على النار، انا عايزه احمر شويه العيش عشان يبقى محمص فيدي طعم حلو. هحط نقطه زيت زيتون، نقطه صغيره بس عشان احمر فيها العيش. افردها كويس، وهنزل طبقات العيش التوست بتاعي. خلينا نجيب كمان طاسة، هحط برضو فيها شوية الزيتون، اوزعها، وهنزل بقية العيش اللي انا عايزة احمره على حسب بقى طبعا كمية السندوتشات اللي انتوا هتعملوها. انا العيش بتاعي خلاص، تعالوا نبص عليه، خلص اتحمر. طبعا لو تفضلوا تستخدموا العيش من غير تحمير تقدروا تعملوا كده، بس التحميص بيبقى حلو قوي مع طعم الفراخ والصوص ده. شيلها من على النار، هجيب الطبق اللي انا هقدم فيه، هنزل التوست، هحط اول حاجه الخس المبشور او المتقطع صغير، شويه من الجرجير كمان، هحط عليهم نقطه ليمون صغيره هما الاثنين، الخس مع الجرجير، هنزل
الصوص اللي عملناه مع بعض. الفراخ المتقطعه هنزل بعد كده الفراخ المسلوقه شويه تاني من الخليط اللي عملناه فوقيها شرايح الطماطم وبعدين التوست هنكرر نفس الموضوع في الصينيين التانيين هحط الخس لازم كل حاجه تبقى متقطعه صغير علشان ما يطلعوش بره الساندوتش هحط الجرجير الصوص اللي عاملينه مع بعض الفراخ المتقطعه بس اوزعها شويه وبعدين شوية تاني من الصوص الطماطم وهحط التوست فيها المحمص خليني اقفله دخل واحدة كده تشاي توميتو خلة السنين وهقفل بيها التوست نفس الموضوع تعالوا نعمل الساندوتش التالت هنحط برضو الخس الجرجير الصوص قطع الفراخ هنقي بايدي بقى قطع صغيره صوص تاني شرايح الطماطم واخر قطعه من التوست وبرضو هزود لها الشاي توميتو على الوش السندوتشات سهلة وسريعة وبجد الولاد هيحبوها جدا جدا بالذات في أول أوقات المدارس والامتحانات بلهنا والشيف تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل مية أو مية المنكهة بالفواكه خليكم معانا ورجعنا لكم من الفاصل وتعالوا اعمل معاكم ميه لذيذه جدا جدا بالفواكه او ميه منكهه بالفواكه تعالوا اوريكم مقاديرنا واوريكم تعمل ازاي. اول حاجه انا عندي قطعه بطيخ بدون بذر، عندي لتر ميه مثلجه، عندي اوراق نعناع، اوراق ريحان، شرايح ليمون، شرايح جنزبيل، حبه تفاح متقطعه، شرايح خيار، اوراق نعناع تاني، وعندي كمان اخر حاجه شرايح برتقال. طيب زي ما قلت لكم المايه دي المنكهه بالفاكهه بتعتبر من المايه الديتوكس او المايه المفيده جدا جدا لما بنسيب فيها الفاكهه بالذات لمده ساعتين او ثلاثه في الثلاجه وبعدين نستعمل المايه دي طعمها بيبقى حلو قوي قوي وكمان بتبقى مفيده جدا جدا. تعالوا اول حاجه نبتدي بيها اول واحد نعمله اول جار هنعمله هنحط فيه قطع من البطيخ اللي بدون بذر. كمان لو عندنا عزومه بيبقى شكلها حلو قوي على السفره والوانها بتبقى جميله جدا وطعمها زي كل ما بتقعد طول اليوم كل ما طعم الفاكهه بيبقى احلى او طعم الميه بتبقى احلى.
اوراق الريحان وشرايح ليمون الأضالية. دي اول واحده كده خلصت. تعمل الامر الثانيه، الثانيه هحط فيها شرايح البرتقال. طبعا لو تقدروا نختار كذا نوع من البرتقال، برتقال احمر برتقال اصفر، بيدي طعم مختلف وبيدي الوان حلوه كمان جدا. دايما لما كنت بسافر بالذات دول اوروبيه مشهورين جدا جدا بالمايه المنكهه بالفواكه دي، بيحطوها في كل الاوتيلات في كل المطاعم ببلاش طول اليوم. الناس اي حد داخل مطعم اي حد داخل محل يقدر ان هو يشرب منها، زي ما قلت لكم بتقعد طول اليوم ما بيجرالهاش حاجه وبيبقى طعمها حلو قوي. هحط لها كمان دي شرايح ليمون، الليمون طبعا بيحفز كمان على ان الفاكهه ما تغمقش وتبقى تبص. نعمل الجار التالت مع بعض، هنحط فيه الخيار. الخيار من اكتر الحاجات اللي تعتبر ديتوكس، والميه دي لما بتتعمل بالخيار حقيقه بتخسس، يعني ميه بتخسس بجد. هنعمل فيها الخيار والجنزبيل، لو تشربوا الميه دي كل يوم تعتبر بتحرق جامد جدا السعرات الحراريه اللي بناكلها بقيه اليوم. هنزل الجنزبيل، التفاح الاخضر برضو، التفاح يعتبر من الحاجات الديتوكس الرائعه يعني. واخر حاجه النعناع الاخضر الفريش. ممكن نحط لها كمان شريحه كده من البرتقال تديها لون حلو. وبكده الميه الثالثه كمان بتاعتنا تكون خلصت. عملت لكم النهارده الكلاب ساندويتش، وعملت لكم كمان الميه المنكهه بالفواكه. طبعا عايزاكم تجربوهم وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعمولون.